ازيكم، انا اسمي محمد السقا واشتغلت 6 سنين كمحاضر انجلش في اماكن مختلفه كتير، وحاليا ليا كورسين على udemy.com وبحضر في الكورس الثالث. في الفيديو ده هكلمكم عن التنشنه والخضه بتاعت اول محاضره او حصه او اجتماع وازاي نخلص منها. في اكتيفيتي صغير كده بنعمله في الاول لما نكون عايزين نفك الجو او نفك التنشنه بتاعت الجو، وحط في دماغك انك محتاج تعمل الاكتيفيتي ده لما الجروب اللي قدامك يكونوا جايين من بيئات مختلفه او اول مره يقعدوا يشتغلوا مع بعض. اي مدرس او محاضر او ليدر في ميتنج ممكن يخترع او يفتكس اي ايس بريكر، بس طبعا في شويه شروط كده او قواعد عشان ما تحسش ان الموضوع بيهرب منك وان انت بتضيع وقت على الفاضي. هنقول الشروط دي بس في الاخر. خلينا دلوقتي كده ناخد مثالين. لو في امكانيه هنقعد مع الجروب في دايره كده وابدا انت اقول اسمك واي معلومه عنك، مثلا اكلتك المفضله، وبعد كده اسال اول شخص قاعد جنبك عن اسمه اكلته اللي هو مثلا الشخص اكس، بعد كده اسال اللي جنبه عن اسمه اكلته هو كمان، واساله عن اسمه اكله الشخص اكس، وهكذا كل واحد يقول اللي قبليه. الموضوع بيبقى لطيف جدا وبتقلب بضحك، وفي نفس الوقت الناس بتعرف اسامي بعض وانت كمان بتحفظ اسميهم عشان دي حاجه مهمه جدا. مثال كمان، هنقعد في نفس الدايره بتاعتنا لو في امكانيه ويبقى معاك اي حاجه طريه سواء دبدوب او مخده صغيره او حتى بكره مناديل مش مهم، بس اهم حاجه ما تجيبش حاجه ناشفه، ما تروحش تجيب المج بتاعك مثلا لان الدبدوب ده هنحدفه على بعض، فتخيل كده مسكت المج حدفته على حد فتحت دماغه 8 غرز مثلا، يا نهار ازرق. لا، احنا عايزين دبدوب وهتشغل اي اغنيه مشهوره جدا، وتبدا الناس تحدف الدبدوب على بعض وانت توقف الاغنيه في وقت معين، وللاغنيه وقفت والدبدوب معاه يعمل اي حاجه انت تكون محددها من الاول، مثلا يتكلم عن نفسه، يقترح فكره، يستعمل نوع جمل معين او طريقه سؤال معينه، او ايا كان الهدف اللي انت عايزه. طيب ايه هم اهم 3 حاجات احطهم في دماغي وانا بخترع او بعمل او بطبق اي ايس بريكر؟ اول حاجه ما تطلبش منهم معلومات شخصيه قوي عن نفسهم او ان هم ياخدوا اي سوشيال ريسكس مع ناس هم اول مره يقعدوا معاهم. تاني حاجه، اختار الاكتيفيتي المناسب للجروب، يعني مثلا لو بدي مجموعه رجال اعمال غير لما ادي مجموعه طلاب عندهم 15 سنه فاكيد اختار اكتيفيتي مختلف. تالت حاجه، اختار الاكتيفيتي المناسب لمستواهم، يعني ما اجيش للبيجنرز واطلب منهم اكتيفيتي مستواها عالي قوي، او اجي للناس مستواهم عالي قوي واطلب منهم اكتيفيتي لمستوى قليل شويتين، لا هتحس ان الموضوع كده ايه بقى ممل او بتضيع وقت شويه ومش هينفع، هيجي نتائج عكسيه. بس كده، اتمنى اكون فدتكم في الفيديو ده.